طيب ما الحل يا ابن حزم؟ طيب الناس ماذا تفعل؟ طيب حرمنا التقليد، يعني ماذا؟ البقال، الشرطي، الموظف في دائرة حكومية، الشخص الذي يعمل في يعني في مرفأ في 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 مكان، هؤلاء أيضا يعني يجب يروحوا يشوفوا الكتاب والسنة ويقرأوا ويدرسوا كذا إلى آخره. طبعا هذا أصعب سؤال، أصعب سؤال يواجه القائلين ببطلان التقليد، ما هو الحل البديل؟ وهل الحل البديل أقل كلفة من الحلول من فكرة التقليد أو لا؟ ابن حزم قدم حلا من وجهة نظره. ابن حزم قال لأنه يتكلم عن تقليد العلماء وتقليد يعني تقليد الخواص وتقليد العوام، فصل في الحكم. قال بالنسبة للخواص أي بالنسبة للعلماء، وظيفتهم أن يتتبعوا الأقوال الفقهية وينظروا في حجج كل قول، ثم يعرضوا هذه الحجج على الكتاب والسنة فيأخذوا بما ثبت ويترك الباقي كائنا من كان الذي قال الباقي، ولا يهمهم من هو القائل. هذا بالنسبة للعلماء. طيب العلماء سهلة، ماذا عن العوام؟ ابن حزم يقدم نص في غاية الأهمية، يعني من وجهة نظر نقاد التقليد هو مخرج في غاية الأهمية. يقول لاحظوا هذا العامي اللي هو لا يستطيع أن يتعلم ولا يستطيع أن يدرس، وهذه أشياء تأخذ وقت من عمر الإنسان، هو أيضا يحرم عليه أن يقلد، لأن ما دل على حرمة التقليد لا فرق فيه بين الشخص المتخصص شبه المتخصص العامي الجاهل، كل أنواع الناس لا يجوز لها أن تقلد. طيب ما المطلوب يا مولانا؟ المطلوب الاجتهاد. طيب الاجتهاد يعني ممكن للعامي البسيط هذا اللي هو يمكن ما يعرف يقرأ ويكتب عن بعض الأحيان، هي ممكن له أن يجتهد؟ قال نعم. وهنا هو الشيء اللافت، قال العالم والعامي يجب عليهما الاجتهاد، لكنهما يختلفان في كيفية الاجتهاد. هذه النقطة مهمة جدا، مفتاح حل من وجهة نظره. ما معنى أنهما يختلفان في كيفية الاجتهاد؟ العالم باعتبار له مكنة على الاجتهاد هو مكلف أن يجتهد حتى النفس الأخير. العامي الذي ليس له مكنة على الاجتهاد عليه أن يجتهد على قدر وسعه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. مثلا أنت مطلوب أنك تصلي، ما تستطيع تصلي عن قيام، صلي عن جلوس. ما تستطيع تصلي عن جلوس، صلي نائما أو مستلقيا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو في الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم، أو الرواية التي تقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ابن حزم يقول نحن نطلب من هذا الإنسان العادي، إذا جاءت مسألة هو ابتلى بها، الإنسان العادي فقط يبحث في المسألة التي هو يبتلي بها، المجتهد يبحث في كل القضايا، لكن العادي هو معني فقط بما يبتلي به، إذا ما عنده إرث ليش يبحث في الإرث؟ ابتلى بمسألة يذهب إلى عالم يسأله ما هي الأدلة على ذلك، يعطي يعني نبذة مختصرة 10 دقائق ربع ساعة، هو ماذا يرى؟ يحاول يفكر، ما يصل إليه خلاص كافي. بهذه الطريقة حاول ابن حزم أن يرد على القائلين الذين قالوا لو كلفنا بالاجتهاد لضاعت الأمور، ما نستطيع أن نجتهد بأجمعنا لضاعت الأمور، وقال لهم لا تضيع الأمور، كل حسب طاقته، ما في مشكلة، العالم يجتهد إلى أبعد الحدود، الإنسان العادي يجتهد بالمقدار الذي يمكنه، ما مطلوب منه هذا الذي بلغه جهده، اقتنع بهذه يعمل عليها ولا بأس بذلك، وتكون حجة له بينه وبين ربه، حجة بالنهاية. إذن بهذه الطريقة حاول ابن حزم أن يرد تقليد الخواص وتقليد العوام، وأن يعيد النص الأصلي للنص الأصلي حضوره، وفاتحا الطريق على حل من وجهة نظره، حل بالنسبة للخواص وحل آخر أيضا بالنسبة لعامة الناس. هذا فيما يتعلق بالعينة الأولى، لأن ليس